بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، الإسلام دين الله الذي أمر به العباد وأرسل به الرسل وأنزل به الكتب، فالدين عند الله الإسلام. وأن هذه الكلمة العظيمة الإسلام التي تمثل شعار المسلم وهوية المسلم وعنوان باطنه وظاهره، فباطنه استسلام بأنه لا رب إلا الله ولا معبود بحق إلا الله، واستسلام اللسان فلا يقول اللسان إلا ما يرضي الله ويترك ما يغضب الله، واستسلام الجوارح كلها. فهذا هو الإسلام، وهذا معناه، وهو الخضوع والاستسلام والانقياد لله عز وجل، وأن المسلم يملك جوارحه وأعماله وأعمال نفسه لله عز وجل، فكل ذلك لا بد أن يكون وفق رضاه جل جلاله. هذا المعنى العظيم للإسلام هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به جميع الخلق، وهو الذي أعلنه وأعلن الانتماء إليه والنسبة إليه الأنبياء قبل الناس، كما تبين لنا في درسنا الماضي، وكيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم عن عدد من أنبيائه وهم يعلنون هذا الانتماء لهذا الاسم العظيم الإسلام. فهنا عند البيت أعلنها الخليل إبراهيم عليه السلام، وأعلنها معه ابنه النبي الصادق الكريم إسماعيل عليه السلام، وهذا في قول ربنا عز وجل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. فهذا الأمر العظيم، وكان هذا ما وقفنا عليه في درس الآية السابقة من سورة آل عمران السابقة لآية اليوم بمشيئة الله، وهي قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وهذا الإسلام
رسالة، والرسالة تحتاج إلى بلاغ، ومبلغ الإسلام لا بد أن يكون مسلما. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، والله عز وجل أمره أن يعلن ذلك، وعند المحاجة وعند الخصومة وعند تحديد الانتماء والنسبة فتأتي قضية الإسلام. فلذلك يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. والناس كلما ازداد تواصلهم وكلما ازداد قرب بعضهم من بعض وتعامل بعضهم من بعض، فإن الحاجة تكون ملحة في بيان إلى أي شيء ينتمي هذا الإنسان، وبأي شيء يتميز عن غيره من الناس. ما جعل الله عز وجل في هذا الدين التمايز للألوان، وما جعل التمايز للغات، وما جعل التمايز للأجناس، وإنما جعل التمايز في هذا الأمر العظيم: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. إذن هذه هي الفئة المنتمية إلى هذا الاسم العظيم، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه. فمن لم يتبع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إذن هو لا يستحق هذا الاسم، وهو خارج عن هذا الاسم الإسلام. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. فهذه الآية العظيمة التي جاءت بعد الآية التي بيّنت ذاك الإخبار العظيم بأن الدين عند الله الإسلام، وما زلنا نذكر بأن سورة آل عمران هذه السورة العظيمة ثالث سورة القرآن بحسب ترتيب المصحف، والتي كانت بداية النزول لتلك المجادلة والحوار الذي دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفد نصارى نجران عندما قدموا إلى المدينة وحاوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام جادلهم وحاورهم وبين لهم وأقام الحجة عليهم، وتبين كيف أنهم عندما أقيمت الحجة عليهم حادوا، وكيف كان ذلك الأمر منهم عندما خرجوا عن التمسك بمحكمات آيات القرآن وتمسكوا بالمتشابهات، وكيف أن ترك المحكم والتمسك بالمتشابه سيكون طريقا للزيغ، أما طريق الهدى أن يتمسك الإنسان بالمحكم من آيات القرآن. وكيف هذا الأمر في قضية نصارى نجران،
فإن من المحكم في القرآن إخبار الله عز وجل أن عيسى عبد الله، أن عيسى عبد الله، وأن الله عز وجل خلقه كمثل آدم، فهو خلق من خلق الله وهو عبد لله. وهذه من المحكمات التي جاء بها القرآن مخبراً عن رسول الله عيسى عليه السلام. فنصارى نجران ماذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حاورهم ووجدوا أن البينة قامت عليهم؟ فحادوا إلى المتشابه فقالوا: يا محمد، ألست تقول أن عيسى روح القدس؟ قال: بلى. قالوا: يكفينا هذا، يكفينا هذا، باعتبار أن هذه الكلمة سيبنون عليها فهما من عندهم ويحملوها ما لا تحتمل ويتركون تلك الآيات المحكمة البينة التي بيّنت أن عيسى عبد الله وأن الله عز وجل خلقه كخلق آدم، كما خلقه كما خلق آدم. فهنا في هذه الآية الكريمة فيقول الله عز وجل: فإن حاجوك، فإن خاصموك. من المقصود بالمحاجة؟ هل هم عموم الناس، أو هم أهل الكتاب، أو هم نصارى نجران؟ على ثلاثة أقوال للمفسرين. فمنهم من قال: فإن حاجوك كل أحد من الناس على اختلاف مللهم وعلى اختلاف اعتقاداتهم. ومن العلماء من قال: الحوار هنا والمجادلة مع أهل الكتاب، أي اليهود والنصارى. واليهود كانوا في المدينة، منهم ثلاثة قبائل: بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، ووفد نصارى نجران الذين وفدوا. فإن حاجوك فالمقصود أهل الكتاب. ومنهم من قصر ذلك في هذه الآية، وأن المقصود نصارى نجران. والمحاجة بمعنى المخاصمة، فإن حاجوك، وحاجوك بمعنى أرادوا أن يقيموا عليك الحجة، فإن حاجوك. والمحاجة أن كل من الطرفين يريد أن يقيم الحجة على الطرف الآخر بأن ما معه هو الصواب والحق. وأول ما نأخذ حقيقة من هذه الآية أن الله عز وجل ما تخلى عن رسوله صلى الله عليه وسلم نصرة وتأييدا وتعليما وتسديدا، أن الله ما تخلى عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد وعده منذ أوائل البعثة بأن ينصره وبأن يحفظه، وهذا وعد الله، ولا أحد أوفى بوعده من الله. فالذي وعد رسوله صلى الله عليه وسلم بأن ينصره، فمن النصرة أن يعلمه عند المحاجة والمجادلة ماذا يقول. فإذا نأخذ أن الله سبحانه وتعالى ما تخلى عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه هي الطريقة الربانية مع أنبياء الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فلذلك إذن هذا المعنى ظاهر هنا، فيقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن حاجوك. إذن نقول كلما حدث التواصل
والاتصال بين الناس فإنه لا بد أن يعي الإنسان على أي أساس تكون العلاقة، وعلى أي أساس يكون الانتماء. فيقول الله: فإن حاجوك فقل، أي قل لهم: يا محمد أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وهنا وقف لعلماء التفسير عند هذه الجملة من هذه الآية عدة وقفات. الوقفة الأولى: أليس الآية التي قبل هذه الآية التي قبلها والتي قبلها آية الشهادة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط؟ فالذي جعل شهادة العلماء على أنه لا إله إلا الله وإعلان ذلك في الناس حجة تقام على الناس، فالله عز وجل يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمتثل ذلك وأن يعلنه ليكون هو حجة على هؤلاء الناس يوم القيامة. مرة أخرى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. قبل هذه الآية بآيتين قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. إذن شهد الله بأنه لا إله إلا هو، وشهدت الملائكة بأنه لا إله إلا هو، وشهد أولو العلم بأنه لا إله إلا الله. فالله عز وجل عندما حضرت المحاجة وقضيتها قضية الإسلام، وهو استسلام الوجه لله، وهذا معنى لا إله إلا الله، فالله يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمتثل لمقتضى تلك الآية وأن يعلن تلك الشهادة، فيكون في إعلانها دخوله في الموصوفين بتلك الشهادة، هذا واحد. والأمر الثاني أنه بعمله هذا تقوم الحجة على هؤلاء الناس. إذن هذا معنى ذكره بعض علماء التفسير. ومن العلماء من قال أن أمر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم فقل أسلمت وجهي لله، قالوا هذا تيئيس لأهل الكتاب، حيث ظن بعضهم أنهم سيستدرجون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دينهم وإلى ما هم عليه، فإعلان ذلك تيئيس لهم من أن يقبل ما عندهم. فكما قال لكفار قريش كما علمه الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فكذلك هو يقول لأهل الكتاب أيضا تيئيسا لهم. فكما كان في سورة الكافرون تيئيس لكفار قريش أن يقبل منهم عرضهم بالتنازل عن دينه، فكذلك هو تيئيس لأهل الكتاب بأنه لن يقبل منهم شيئا. واضح. وهذا أيضا من علماء التفسير من ذكر ذلك. وهناك أيضا معنى ثالث، وهذا الثاني لا ينقض الأول، فإن المعنى يحتمله. وهناك أيضا معنى ثالث: فقل أسلمت وجهي لله. قالوا إذا وردت الشبهات فعلى الإنسان
أن يعلن صدق إيمانه وأن يظهر إسلامه بما وكأنه يستشهد الناس على نفسه بأنه لا يقبل تلك الشبهة وأنه ليس لتلك الشبهة مكان في نفسه. وهذا معنى عظيم، لأن وكأن الإنسان يريد أن يعلن حصانة لهذه النفس ويعلن براءة من تلك الشبهة التي وردت بأن له انتماء آخر غير تلك الشبهة التي جاءت، وأنه لا مكان لها في نفسه، فلذلك هو يعلن ذلك فيقول أسلمت وجهي لله. فإذا تبين أنه بذلك الإعلان تحقق الامتثال لمعنى الشهادة، تحقق إقامة الحجة من أهل العلم على أصحاب الشبه، ثم أسلمت وجهي لله إعلان بعدم قبول تلك الشبهة، ثم تيئيس لذلك الذي عرض ذلك الأمر بأنه لا قبول لما عرض، فإذن كل هذه المعاني التي ترتبت على أن الإنسان أمر بأن يقول، وهذا يعطينا دلالة ما قيمة الكلمة وما أثر الكلمة، فليس شأن الكلمة قليل. تحقق بها امتثال وتطبيق، تحقق بها إقامة حجة، تحقق بها تحصين للنفس، تحقق بها تيئيس لأهل الباطل أن ينالوا منك نصيبا بالكلمة والكلمة الواحدة. فلذلك قول اللسان أثره عظيم. فإذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقل أسلمت وجهي. عرفنا إذن قضية الإسلام، قال أسلمت وجهي، هذا التخصيص للوجه هل المقصود به الذات، أي أسلمت ذاتي كلها؟ فيكون الوجه هنا بمعنى الذات، أو أسلمت وجهي بمعنى وجهتي، بمعنى أنني سلمت قيادي لربي عز وجل، فكل شيء أفعله فأكون منقادا لأمره عز وجل. ومن العلماء من قال خص الوجه بالذكر لأن أكرم ما في الإنسان في مظهره وجهه، ولأن أعظم أعمال الإسلام تكون بالوجه. كيف؟ أليست أعظم أعمال الإسلام أن ينطق الإنسان بالشهادتين، والإنسان ينطق بماذا؟ بفمه، والفم أين؟ في الوجه. وأعظم العبادات العملية الصلاة، وأعظم أعمال الصلاة السجود، وأعظم شيء في حركة السجود أن يضع الإنسان جبهته في التراب لربه عز وجل. فقالوا خص الوجه بالذكر إذن لأجل هذا الاعتبار، باعتبار أن أعظم أعمال الإسلام تؤدى بهذه الجارحة، فالنطق بالشهادتين يكون باللسان الذي في الفم، والفم جزء من هذا الوجه، والصلاة أعظم الأركان وأعظم ما في هذه العبادة السجود، وأعظم شيء في حركة السجود عندما يضع الإنسان جبهته في الأرض
تعظيما لربه عز وجل. واضح؟ فإذن فقوله فقل أسلمت وجهي لله، إذن إما أن نقول أي ذاتي كلها أخضعتها لله وملكتها لله، هذا المعنى الأول. الثاني أسلمت وجهي لله بمعنى وجهتي التي أسير عليها، ملكتها لربي فهو الذي يقودني في مساري في كل صغير وكبير من أمري. والثالث وجهي أسلمت وجهي لله أن هذا الاختصاص لأجل تلك العبادات العظيمة التي هي معلم الإسلام وتؤدى بهذا الوجه، النطق بالشهادتين والسجود لله عز وجل في الصلاة. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وهنا أيضا وقف العلماء وقفة، قالوا لما لم يذكر فقلت أسلمت وجهي لله والمسلمين لتأكيد نسبة الإسلام. ألسنا نقول أن كلمة الإسلام منذ أن بدأت آية الشهادة ثم التي بعدها ثم هنا، فلماذا هنا قال ومن اتبعن ولم يقل والمسلمين؟ قال العلماء لمعنى لطيف ولمعنى عظيم. الأول فيه تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء الذين نالوا هذا الشرف هم أتباعه، فالله عز وجل يرفع قدر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن ينسب أهل الإسلام إليه. ومن اتبع، فإذن هذه واحدة، أن في هذا تكريم وتشريف لقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية أن لن يكون الإنسان مسلما حقا حتى يكون موصوفا بهذا الوصف، أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح أن وصف الإسلام إنما يكون لمن هذا شأنه وهذا فعله وهذا هديه، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك فمن كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة فهو المسلم. من كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المسلم. فإذن هذا أيضا كما أنه تحديد لطريق الدخول في الإسلام، الطريق العملي ما هو؟ أن تتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تكن مسلما. واضح؟ ففي قوله إذن ومن اتبعا تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم أن من اتبع هديه صلى الله عليه وسلم فهو المسلم، ثم معنى ثالث عظيم ذكره العلماء وهو الفئة الناجية. الفئة الناجية هي الفئة التي تنظر إلى من سبق وتتأسى بمن سبق، فكما أن الصحابة رضوان الله عليهم تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يكون من بعدهم بهذه الطريقة. واضح؟ ولذلك الفئة الناجية من هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت على قال الفئة الناجية من كانت على ما مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
فإذا هذه الموافقة وهذا الاتباع الذي رفع قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلهم بهذه المنزلة في الاقتداء والتأسي، وأن اتباعهم نجاة رضوان الله عليهم، رضوان الله عليهم. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وجهه لله، ومن اتبعه من أصحابه أسلموا وجوههم لله. فكما هو أسلم وجهه لله فهم كذلك أسلموا وجوههم لله عز وجل. وفي هذا المعنى وفي هذا أيضا تثبيت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أن في الإعلان تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وإعلام وأن يقوم بتلك الأمور التي ذكرت، ففي ذلك أيضا تثبيت لأصحابه رضوان الله عليهم. ثم يقول الله عز وجل وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. فهذا تضمنت هذه الجملة الإعلام لهذا لمن ذكروا هنا في هذا الخطاب بأنهم ليسوا مسلمين، إذ لو كانوا كذلك حقيقة لما دعوا. والاستفهام هنا بمعنى دعوتهم إلى الإسلام، واضح؟ فقوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم دل ذلك على أنهم لم يكونوا مسلمين. وكما مر معنا في الدرس الماضي عندما النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام قالوا يا محمد لقد أسلمنا من قبلك، فقال لهم كذبتم. لماذا كذبوا؟ لأن اليهود قالوا عزير بن الله، ولأن النصارى قالوا المسيح ابن الله، ومن قال ذلك فما أسلم، فلذلك قال لهم كذبتم. إذن مقتضى إسلام الوجه لله عز وجل له معنى عظيم. ومن أجمل ما ذكر ومن أحسن ومن ما ذكر علماء التفسير في إسلام الوجه ما أشار إليه طاهر بن عاشور رحمة الله عليه، في أن معنى إسلام الوجه لله عز وجل الذي يعني تمليك القياد لله عز وجل أنه يتضمن معاني كثيرة عظيمة، هي الدين كله. لكن يقول لتقريب ذلك فنقربه في 10 أمور، ونريد أن نقف معها، لأن الإنسان قد يسأل كيف أستطيع أن أحقق هذا المعنى أسلمت وجهي لله، ومتى أكون بهذه الحال وبهذه الكيفية؟ فيقول هناك 10 أوصاف من اتصف بها فإنه يحقق هذا المعنى أنه أسلم وجهه لله عز وجل. أولها تمام العبودية لله عز وجل، أن يخضع قلبك لله وأن يمتلئ قلبك يقينا بأن المعبود الحق هو الله، وأن كل أحد بلا استثناء سوى الله لا يستحق أن يعبد كائنا من كان. كل شيء بلا استثناء سوى الله لا يستحق أن يعبد، وأن الذي يعبد هو الله.
فإذا أول عنوان للدلالة على إسلام الوجه لله أن تجد هذا في قلبك. من يستحق العبودية مباشرة؟ تقول الله. لو رأيت أي أحد أي شيء صرف له معنى من معاني العبودية مباشرة تقول هذا باطل وجور وظلم. لا إن فعل ذلك بنبي ولا بملك ولا بجن ولا بحيوان ولا بخلق آخر، فكل شيء يقدم له معنى من معاني العبودية من دون الله فهو باطل. إذن هذا رقم واحد. اثنين، إخلاص العمل لله. إذن الأول الآن ما يتعلق بالقلب في التصورات، تصورت أنه المعبود الحق هو الله، عندما تريد، إذن ما دام المعبود الحق هو الله، من الذي يعظم؟ الله، هذا عمل قلب. من الذي يخشى؟ الله، هذا عمل قلب. من الذي يستعان به؟ الله، هذا عمل قلب. إذن أن هذه الأعمال سواء كانت هي أعمال القلوب أو أعمال الجوارح، فيكون المقصود بذلك العمل وجه الله. إذن هذا سيعالج ماذا؟ سيعالج الرياء. والأول عالج ماذا؟ عالج الشرك. فإفراد الله بالعبودية إذن لا شرك، قصده جل جلاله بالعمل الصالح لا غيره عالج الرياء. إذن هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، إخلاص القول لله. فكما أن القلب الآن من القلب الخشية لله، إذن عندما ينطق اللسان يتفق مع خشية الله، إذن صار عندي قول القلب إقرار بأن المعبود هو الله وغيره باطل. هذا تصور. كوني أدرك أن المعبود هو الله، إذن هو الذي يعظم وهو الذي يجل جل جلاله وهو الذي يخشى، هذا عمل القلب وهذا إخلاص لله. ثم القول، إخلاص القول لله عز وجل، هذا الثالث. الرابع، الأمور الثلاثة كلها الدرجة الرئيسة عمل الباطن. ما هو الدليل الصادق الذي يدل على إسلام وجهك لله عملا؟ قال: أن يكون ساعيا لتعرف مراد الله تعالى من الناس ليجري أعماله وفق مراده جل جلاله. الله له أمر فينا، وليس الإنسان ينطلق في الحياة وكأنه مخلوق له الحق أن يفعل ما يشاء. فلذلك يقول الذي أسلم وجهه لله يبدأ أين؟ يعود إلى وحي الله، يقول: يا رب ماذا أردت مني؟ خلقتني لأجل ماذا؟ أوجدتني في هذه الدنيا لأجل ماذا؟ قال: إذن الرابع أن تجده ماذا؟ ساعيا يسعى ليعرف مراد الله تعالى من الناس. ثم إيش الهدف أنه يعرف ذلك؟ لا المعرفة لأجل المعرفة، لكن معرفة لأجل أن يخضع نفسه وأعماله وجوارحه لمراد الله عز وجل. والناس للأسف انشغلوا بمرادهم من الله، ومن شغلوا بمراد الله منهم. لذلك الناس يبحثون عن حقوق أنفسهم وما يبحثون عن حقوق الله، فيكثر الكلام عن حقوق الإنسان ولا يكثر الكلام عن حقوق الله.
والمؤمن الذي أسلم وجهه لله هذا طريقه، فهو يسعى ليعرف مراد الله منه، ليجري حاله وواقعه وجوارحه لتحقق مراد الله الذي خلقه لأجله. فإذا هذا الأمر الرابع الذي يدل على أنك أسلمت وجهك لله، ولذلك الإنسان ينظر إلى نفسه ويحاسب، هل الإنسان يعمل ويسعى ويطلب العلم ليعرف ماذا أراد الله عز وجل منه؟ الخامس قال: امتثال ما أمر الله عز وجل به واجتناب ما نهى. إذن هو تعلم بنية وبعزم الامتثال، فالخامس ما هو؟ أن يمتثل. فالخامس إذن هو امتثاله. السادس قال: ألا يجعل لنفسه حكما مع الله فيما حكم به الله، ما يسمح لنفسه أن تشارك الله في أن تحكم على شيء قد حكم الله فيه. فإذا ما رضي لنفسه فمن باب أولى ألا يرضى لغير نفسه. فإذا حكم الله عز وجل في أمر، في مأكل أو مطعم أو أي شيء، فالذي أسلم وجهه لله ليس لنفسه قول مع قول الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واضحا. فلذلك إذن هذا الأمر السادس أن لا يجعل لنفسه حكما مع الله فيما حكم به، فيما حكم به. فما حكم الله عز وجل به وأنت سعيت بموجب الأمر الرابع سعيك لمعرفة مراد الله، فعرفت أن الله يريد كذا، إذن ما يمكن أن تسمح لنفسك أن تحكم في الشيء ذلك مع حكم الله. هذا إن كنت أسلمت الوجه لله. أما من قيل له كذا والله يقول كذا، قال لكن عرف الناس كذا، أو قال لكن نفسي تريد كذا، إذن هل هذا أسلم وجهه لله؟ واضح. فلذلك هذا المعنى أو الأمر السادس. الأمر السابع قال: أن يكون متطلبا لمراد الله مما أشكل عليه فيه واحتاج إلى جريه فيه على مراد الله. بمعنى أن كل قضية أشكلت عنده لا يتهاون مباشرة ويعملها، فتجده ذاك الإنسان الخائف الوجل الذي يبحث ليعرف مراد الله، وليس من يبحث ليريد أن يجد رخصة ويريد أن يحقق مراد نفسه، فيسأل فلان ما أعطاه الذي يريد، فيذهب إلى غيره ما أعطاه الذي يريد، يذهب إلى ثالث، فإن وجد أعطاه الذي يريد قبله وانتهى ليتعلل به. الذي أسلم وجهه لله لا يفعل هذا الطريق ولا يسلك بهذه الطريقة. حرصه أن يطمئن بأنه حقق مراد الله، وهذا في المسألة التي هي محل اشتباه. أما البينة فهي في الحالة التي قبلها، لكن هنا في الصورة التي هي محل اشتباه لا يدري هذا الأمر حلال أم حرام، فلذلك تجده يسأل ويتحرى حتى يطمئن بأن هذا هو الذي يريده الله. لذلك يقول العلماء: من تتبع الرخص تزندق. الذي ليس هدفه إلا يسأل، من عنده الرخصة قال،
اليوم فلان قال بالرخصة في القضية الفلانية فهو تابع له، في القضية الثانية ما قال برخصة تركه، ذهب إلى غيره، قال بالرخصة أخذ به، في اليوم الثالث في قضية أخرى ما قال بالرخصة ذهب إلى ثالث. قال العلماء: من تتبع الرخص تزندق، أنت مكلف بأن تتبع دين الله، والذي يتتبع الرخص لا يتبع دين الله وإنما يتبع شهوة نفسه، واضح؟ فلذلك هذا المعنى أو الأمر السابع الذي يتحقق به إسلام الوجه لله. الأمر الثامن قال: الإعراض عن الهوى المذموم في الدين، الهوى المذموم في الدين. والله عز وجل قال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإذا لا يكون الذي أسلم وجهه لله لا يكون طريقه اتباع الهوى. التاسع قال: أن تكون معاملة أفراد المسلمين بعضهم لبعض ومعاملتهم مع غيرهم كل ذلك جار على مراد الله من تلك المعاملات. أي معاملة تتعامل بها مع مسلم فاعلم أن لله مرادا في تلك المعاملة، معاملة بيع وشراء الله له مراد، معاملة جوار الله له مراد، معاملة علاقة قرابة الله له مراد، مساعدة في إنجاز شيء الله له مراد. فلا بد أن تحقق مراد الله في كل علاقة تكون مع كل مسلم أو غير مسلم. وننظر أين نحن من هذا، أين نحن من أننا ندرك أن إسلام الوجه لله يلزم منه أن نكون بهذه الحال. كل علاقة مع كل فرد، هل نحن دائما نستحضر أن لله مرادا في تلك العلاقة؟ هل غضبك لإنسان عندما تتعامل معه أليس هذا ينبغي أن يكون وفق مراد لله؟ وفرحك لا بد أن يكون وفق مراد لله. قال الأمر العاشر: التصديق بما غيب عنا مما أنبأنا الله به. أخبرنا عن الجنة قلنا حق، أخبرنا عن النار قلنا حق وصدق، أخبرنا عن الملائكة قلنا حق وصدق، أخبرنا عن أمم قبلنا وعن رسل سبقونا قلنا حق وصدق، أخبرنا عما سيكون نقول حقا وصدق، وأعظم من ذلك كله أخبرنا عن ذاته العلية بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنؤمن بذلك كله. فهذه عشرة أمور يقول تجمع للإنسان هذا الوصف أنه قد أسلم وجهه لله إن كان قائما بها، وإن كان محققا لها، إن كان قائما بها وإن كان محققا لها. فيقول الله: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا. أأسلمتم جاءت بالماضي قال العلماء تحضيضا ترغيبا لهم على الإسلام، فإن أسلموا فقد اهتدوا. أعظم ثمرة للإسلام
تحصيل الهدى، والهدى كما قلنا أعظم الغايات التي يصل إليها الإنسان، أن يكون من المهتدين. فأهل الإسلام هم أهل الهداية، وغير أهل الإسلام يخرجون عن هذا الوصف، وصف المهتدين، فإن أسلموا فقد اهتدوا. وأيضا هنا عبر بالمضي أسلموا، ومعها لفظة قد التي تعني تحقيق الوقوع، بمعنى أنهم إن أسلموا فدخلوا بيقين في قضية الاهتداء. وهذا يعطي دلالة التلازم بين الإسلام الصادق ووصف الهدى، فمن كان مسلما بحق فهو المهتدي، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا أعرضوا وما قبلوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ، فيها إعذار للنبي صلى الله عليه وسلم بعد قيامه بالبيان والبلاغ ولو لم يقبلوا، حتى لا يجد في نفسه صلى الله عليه وسلم من الألم بما قد يشعره بأنه قصر في البلاغ، فيقول الله عز وجل وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، وهو إعلام بأن الذي على النبي البلاغ. فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وهذه تضمنت وعد ووعيد، وعد للذين أسلموا، ووعيد للذين لم يسلموا. هذه الآية الكريمة، قال العلماء هذه الآية وأمثالها من أصرح الآيات في الدلالة على أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين، أن هذه الآية وأمثالها من أصرح الآيات في الدلالة على أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين، وليست قاصرة على العرب كما قد يقول البعض من أهل الكتاب، وهذا مما كانوا يقولوه وما يزالون. فهذه الآية الكريمة يستدل بها العلماء على هذه القضية. ونحن نعلم أن هذا الإعلام جاء في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة، بل كان ذلك منذ بدايات نزول القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك قول الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. واضح؟ إذن هذه آية صريحة، فهي تنضم مع هذه الآية. وأيضا قول الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ثم أكد هذا المعنى قوله هو صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله بعثت إلى الأحمر والأسود، إلى الجميع. ولكن إذن هذا التكليف الرباني، لكن الواقع العملي تدرج به القرآن الكريم، فلذلك تدرج به، فكان من أول ما نزل عليه في أمر البلاغ العملي قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم لتنذر أم القرى
ومن حولها. إذن أول عشيرتك الأقربين، ثم أم القرى مكة شرفها الله وما حولها، ثم إلى العرب بعمومهم، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، هذه ثالثة، ثم ليكون للعالمين نذيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كله في كل مرحلة كلف بها بواحد من تلك التكليفات. ففي الأول كيف جمع أهله ودعاهم، فكان أول من أسلم من أهله تحقيقا لذلك الأمر، ووسع الأمر في عشيرته، ثم خاطب أهل أم القرى، ثم عرض نفسه على قبائل العرب، ثم أرسل الرسل إلى ملوك الأمم، إلى هرقل الروم وإلى المقوقس في مصر وإلى النجاشي في الحبشة وغيرهم من ملوك الأرض. فلذلك حقق تلك الأوامر الربانية والمرادات الربانية. ونعود لما ذكره الطاهر بن عاشور في وصف الذي أسلم وجهه لله، هذا مراد الله. فالله أمره أنذر عشيرتك الأقربين، أنذرهم، لتنذر أم القرى، أنذر أهل أم القرى، من حولها تعرض لقبائل العرب ودعاهم، ثم للعالمين بعث لملوك أهل الأرض. فإذا هذه الآية الكريمة مما يرشد إلى هذا المعنى. فأقول أيها الإخوة الأكارم، هذه الآية التي أوقفتنا مع حقبة من حقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأينا فيها كيف أن الله عز وجل يؤيده وينصره ويعلمه، ورأينا كيف هو صلى الله عليه وسلم مستجيبا لربه، خاضعا لأمره، منقادا لما جاء في وحيه، لا يخالف في ذلك. ورأينا كيف كان قيامه صلى الله عليه وسلم بأمر دعوته صلى الله عليه وسلم، ورأينا موقف أهل الكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حالهم وتعاملهم معه صلوات ربي وسلامه عليه. وكل ذلك تعليم لعباد الله المؤمنين عندما يقرؤون هذا القرآن ويتدارسون هذه الآيات وهذه الكلمات، فيكون في ذلك إرشاد لهم وبيان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وأسأله عز وجل أن يزكي نفوسنا فهو خير من زكاها، نسأله عز وجل أن يرزقنا التقى والعفاف والغنى، نسأله جل جلاله أن يصلح لنا أهلينا وذرارينا، وأن لا يجعل فيهم ولا منهم شقيا ولا محروما. نسأل الله عز وجل أن يحبب إلى قلوبنا القرآن، ونسأله عز وجل أن يرزقنا التقى وأن يختم لنا بالصالحات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.